السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشوف مع بعض ازاي نحط كاميرا ووديها مسار تتحرك فيه بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. أول حاجة هاجي هنا أقول له أنا عايز أحط كاميرا، بيقول لي عندي نوعين، فري أو تارجت. أختار التارجت وأبدأ أحط الكاميرا وأحدد فين الاتجاه اللي هتبص فيه. تمام، أدهن الكاميرا وهاجي مثلا هنا وأقول له أنا عايز هنا أشوف الكاميرا، فبيقول لي في عندك كذا كاميرا، اقول له خليها كاميرا 01. فكده هو ده بقى اللي شايف اللي الكاميرا هتشوفه. تمام، طيب عايز انا بقى اديها ماسور. عايز اديها ماسور هعمل ايه؟ اجي ارسم الماسور بتاعي وليكن مثلا من شيبس، اقول له انا عايز ارسم ارك واروح مديله مسار. تمام، اي مسار انا عايزه واقدر اعدل فيه زي ما انا عايز. بعد كده اجي لك موديفاي واقول له مثلا المسار دوت انا عايزه بدل ما هو 23 نقطة، انا عايزه مثلا اكبر او اصغر عدد النقط اللي هو هيبقى فيها. ماشي، وبعد كده هاجي اعلم على الكاميرا واختار انيميشن واقول له كونسترين باس كونسترين واروح محدد المسار. تمام كده، بعد الكاميرا على المسار، لما انا اجي اقول له حرك بلاي انيميشن الاقي ان الكاميرا بتتحرك فعلا زي ما انت شايف اهيت. تمام، زي ما احنا حددنا نفس المسار اللي موجود هنا هو بيتحرك فيه. ودي اسهل طريق ان احنا نعمل حركة، يعني لو عملناها بالطريقة اليدوي هضطر ان انا احدد مثلا 23 نقطة بشكل دائري، وده صعب ان هو يتحدد يدوي. انما بالطريقة ديت انا بديله مسار وبقول للكاميرا تمشي على المسار دوت، فبتلاقي الفيديو اتعمل بطريقه سهله وبسيطه. وبعد كده هقول له اعمل ريندر، يعمل لي ريندر بتاعي. وطبعا سهل ان انا احرك بعد كده مثلا المسار ده اعدل فيه اطلعه فوق او انزله تحت زي ما انا عايز. اخوكم عمر سليم مهووس البيم.